يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في هذه الأيام يشن بعض كتاب الصحف هجمة شرسة على كبار علماء السنة في هذه البلاد، ويرمونهم بأقبح الصفات ويهونون من شأن علمائنا، فما الواجب بالنسبة لطلبة العلم حيال هذه الهجمة؟ وما النصيحة لأمثال هؤلاء الكتاب؟ بلا شك هذا ما هو غريب، هذا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم المنافقون في الرسول نفسه، طعنوا فيه عليه الصلاة والسلام وفي الصحابة وآذوا المسلمين، هذا ليس بغريب في وقتنا. وبلا شك أن أهل العلم لهم حرمة، لهم مكانة لما يحملونه من العلم ولما لهم من النفع في المسلمين، يجب احترامهم حتى لو أخطأ من أخطأ منهم، فإنه لا تسقط حرمته، لا تسقط حرمته، بل يكرم ويعزز ويقدر بعلمه. وهؤلاء لا عبرة بهم، لهم إخوان وسلف من المنافقين قالوا أقوالا كثيرة ذكرها الله في القرآن وفي السنة وفي التواريخ، ما هو غريب ما يفعلون الآن، ولم يحصلوا على شيء ولله الحمد، والإسلام عزيز ولله الحمد، والعلماء عزيزون في كل زمان ومكان، ما ضروهم ولله الحمد. نعم، وإن حصل ضرر دنيوي فهذا لا يضرهم، ضرر الدنيوي يجري ويذهب، أما الحمد لله قدرهم ومكانتهم وعلمهم فهو باقي ولا تضرر من شيء بذلك، إنما يضرون أنفسهم، يضرون أنفسهم ولا يضرون الله ولا يضرون الرسول ولا يضرون أهل العلم شيء. نعم.